Please watch your luggages. Hold the handrail. Mind your steps. Your attention, please. مرحبا. بالحلقة السابقة ضيفتنا اختارت الإسكندرية وضيفنا لليوم طلع له القاهرة. خلينا نحضر المقابلة سوا ومن بعدها نزور سوا عاصمة أم الدنيا مصر. هاي، رجعنا معكم بحلقة جديدة من The Traveler مع زياد، ونحن بعدنا بالإمارات وضيفنا موجود بالإمارات، أصله لبناني وهو جاي من عالم الموضة. صراحة أنا من الأشخاص اللي كنت كتير حابب أتقابل معهم لأنه بيشتغل بموضة وخاصة بموضة الشباب. نمر سعادة، كيفك زياد؟ ماشي الحال؟ تمام أنت؟ تمام. أول شيء مبروك، صار عندك أتوليه بدبي، وتانكيو لأنه استقبلتنا عندك بالشوروم. نمر، هيك خبرنا شوي، ليه أول شيء قررت تنقل على دبي؟ لما نقيت بلد تاني؟ أول شيء أنا بدي أقول لك كمان أنه دايما بشوف بروجرام وبقول هذا الشخص المميز مفسفس دايما من بلد لبلد. عبالي كنا هيك نشوفك. أول شيء قررت المجي على دبي تأخر، بس بالنهاية عملناها وجينا. دبي is a city of fashion. دبي هي ملتقى لكل رجال الأعمال، كل عباله يحلم. نحن نعرف كانت أمريكا هي أرض الأحلام، بينما اليوم الإمارات وقريبا السعودية، ومثل ما فرجتنا كمان قطر إنه عندهم هيدا الول إنه نحن من أي منطقة من العالم العربي فينا ننجح فيها، بيساعدوك وبيدعموك. وهذا الشيء اللي خلاني أجي على الإمارات أنا تبلش من هون. قديه حلو، لأنه كمان كان عندي مقابلة قبل، قديه حلو أنه هلأ بتحس الإمارات فتحت هيدا الباب لغير بلدان عربية يتطوروا ويشوفوا وين معقول يصيروا من وراء الإمارات. أنه قديه حلو هالباب اللي فتحته دولة الإمارات. ما في شك، ليك لما واحد يكون عنده حب العطاء وعنده بحب أنه كل الشعب الموجود على أرضه يكون عنده حلم، أي كانت الجنسية وأي كانت الطائفة أو الديانة أو أي شيء، بيقولوا لك أنت نحن كلنا واحد، وبأمنوا لك كل الخيوط اللي ممكن توصلك للعالمية أو للنجاح بكيف ما بدك تكون. سو هيدي البلد حضنت العالم العربي، حضنت الأجنبي، ما خلت حدا من أي كونتيننت، يعني بتتعرف على ناس all over the world. سو بعتقد هيدي قوتها. مظبوط، صح. إذا بدي أرجع لبداياتك نمر، انت بلشت من عمر كتير صغير، لانه من العائلة انتو كنتو، يعني والدك وعمومتك كانوا كمان هن بالفاشن. قدي بتحس لو ما كانوا اهلك هيك كنت انت فت بهذا المجال، ولا كنت فت بمجال تاني؟ هذا السؤال سأله لحالي شي كذا مرة قبل. ما فيني جيوب اكون صريح، بس فيني اقلك انه اكتر بميل انه لانه خلقت هيك اجواء. بس بنفس الوقت مثلا خيي ما عنده اياها، مع انه عايش بنفس الشيء، راح اكثر بالتكنولوجي. انا كان عندي، انا كنت قابل لهذا الموضوع، وصرت ربيت بهذه الاجواء ولقيت حالي انه لا اي وان ذس، وكملت فيها. سو ما بعرف كثير كيف بدي اجيبك اكثر انه لا، بعتقد جاوبتها مزبوط، لانه اذا انت وخيك وربيته بذات الاجواء، بس انت اللي حبيت وخيك ما حب، يعني انت كان عندك اياها. وحتى كمان يعني عمي وعمي وعمي وجوز عمتي وجوز عمتي، تخيل كمان كلهم كانوا كلهم يشتغلوا بنفس الاتوليه. اوكي، سو ات واز ا فيري بيج فاميلي. كمان اولاد عمومتي بلشوا، بس يعني ما شافوا حالهم يمكن يقدروا يكملوا، بس انا قدرت لقي حالي اكثر يمكن، وصبرت اكثر. وهي بدها صبر، صح، وبدك يكون عندك ايمان انه انت كشخص فيك تنجح، وبهذه المصلحه فيك تنجح كمان. هن شغلتين صعبين. انا لما بلشت هذا الشيء زياد، وبعده لليوم يمكن ما بتلاقي مصمم ازياء رجالي 100%، بعد شيء هيدي بالعالم العربي ما حدا يمكن لقى حاله فيها.
بقى أول بدايتي من 20 سنة تخيل قديش كانت صعبة تتقول اليوم أنه أنا مصمم أزياء هبقدم هذا الشيء والناس تقبلك والناس تحبك وبظرف ما كان فيه سوشيال ميديا كمان. صح. أنا أصلاً بتذكر شيء أنه أنت أول ما طلعت بتذكر مثل عملت هيت هيك أنه عن جد كان قليل أنه تشوف ديزاينر رجالة، يعني كان نعرف أنه ديزاينرز في كتير نسوانة وانت طلعت وعن جد ما بعتقد في حدا غيرك طلع انه بيور ديزاين الرجال. هلا انت صار عندك نسوانه بعدين، بس انت يعني بس يقولوا نمر سعاده دغري دغري واحد بيروح اوتوماتيكلي على الرجاله والبدلات. مزبوط مزبوط. هيدي هي كانت اذا بدك بنفس الوقت قديش هي صعبه، بس قديش البنتريشن تبعها كان اهين انه الطريق بتكون اهين لك طبعا اذا كنت انت شاطر واذا كنت شبه مبدع حتى نقول إلا ما تلاقي طريقك يعني. بس لا عن جد هيك عملت بوزيشنينج لحالك، بس واحد عن جد يقول نمر سعادة دغري خلاص بيعرف من هو. نمر أنت نقلت على مصر كنت صغير. مزبوط. بالعمر وقعدت صغير. فترة. بعدني صغير. لا بعدك أكيد بعدك صغير بس عزيزي كنت كتير صغير. وقعدت فترة بمصر. مزبوط. قدي قعدت؟ قعدت بمصر 10 سنين. 10 سنين. ومصر كانت بأيام ذهبية مثل ما بقول، لأنه كان كل العالم العربي كان نزل على مصر. صح. كانت دبي بعدها شبه جديدة، عم بحكي من الثمانينات لل 95، أنا نزلت لتحت بال 89. ما كان في عندك لبنان أبدا، سوريا كانت مش موجودة، تركيا بعد منا منفتحة مثل ما هي اليوم، سو كل العالم العربي كان كله موجود بالقاهرة. بمصر. سو كانت القاهرة إكسبوجر كتير قوية. كان شغلنا مع الوالد رائع جدا. نزلتوا انت والعائلة يعني انت وبيك وعمومتك؟ انا وبي وعمومتي كل العائلة. مزبوط. وانا كمان ساعدتهم بهذا الشيء وكنت ادرس واشتغل بنفس الوقت، وكنت اشتغل للساعة 12 واحدة بالليل، وهذا الشيء كونني كتير خبرة انه التعامل مع 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 كذا جنسية من العالم العربي، وحتى كمان كان في كتير منهم اجانب وسفراء وهيك، سو كنت كتير اكسبوز على هذا الموضوع، وكمان هذا الشيء يمكن خلينا اكثر كون انفولف كمان اكثر بالشغل. اذا ما نرجع على الديزاين، انت امتين بلشت تحس انه انا بدي اصمم للنسوان كمان مش بس للرجال؟ كان من اول الطريق ولا بعد فتره؟ ليك زياد، دائما المراه، عنصر المراه اصلا بحياتي كان موجود دائما، يعني انا ما في مره بحياتي يعني انا لا موجود اذا بدك. وكنت دائما اعمل لأصدقاء البنات اللي كنت أنا معهم، لأخواتي، للقرايب، للزبائن كتير قراب مني، بس تقررت خوض هذه المعركة إذا بدك لما إجت كورونا وصار عندي الوقت الكافي لإلي وما فينا نسافر بقى، كلنا بنعرف قديش كان واحد قعدنا لحالنا كتير، سو هون لقيت حالي إنه لا خليني ركبها للفكرة كلها، لأنه بدي أفتح مثل ديبارتمنت تاني غير الرجالة. فتحنا ديبارتمنت تصارت موجود وعملنا ريكروتمنت وجبنا الناس وبلشنا نحضر وعملنا كولكشن، واخذتنا تقريبا 9 شهور تخلص هالبروسس كلها. اذا بدك كورونا كانت العامل الاندفاع انه ليتس دو ذات، واضف انه انا بعلم بالجامعه، الجامعه الامريكيه ببيروت، تصميم ازياء ونسائي مش باسمود. باسمود انا مخرج من اسمود. ما هيدي هي، لانه انت ما انا كرم هيك بقول في خيانه هون. درست باسمود وعم تعلم. درست باسمود وعلمت بايو اس تي وعلمت بالال اي يو كمان. اوكي. لهلا تقريبا عم بعلم. سو بعلم نسواني وبعلم بعطيهم شويه رجاله، لانه ديريك واي هن طلبوا انه بدهم، لانه صار في كثير ناس بهمهم يتعلموا رجاله. اوكي. سو كنت عم بعلم بوث، وهدول كلهم اذا بدك جمعناهم ولقيت انه اي هاف تو دو ات. طيب هلا اذا واحد بده يفكر نمر سعاده، وين بيرتاح اكثر، يصمم للرجال ولا للنسوان؟ هلا صار ما بعرف، هلا صار عقلي كثير بالنسوان، لانه they are more aggressive، كل ما يشوفوك بيطلبوا منك اكثر بكثير. كل حدا عنده شيء، امبارح كان عندنا عشاء، بليز اي وونت ذس، بليز اعمل لي هذا الشيء، بصير الحقوك. الرجال ما انه بالطبع ما عنده هالكاركتر هذا، الرجال اكثر انه اوكي نمر خلص خلينا نعملها، خلصت هون مثل ما بدك خلص مثل ما بدك. حبيت هيدي اوكي خلص اعملها، اعمل لي شيء صغير هيك. بس بين المره بحد ذاتها يعني هي كتالوج غريب تفهمه كثير وصريحه كثير،
وبحبه يغيره كتير وبحب يكون involved بالشغلة. سو هلأ رأسي إذا بدك صار 60% أكتر المرأة المرأة بحد ذاتها كيف بدي صمم لها كيف بدي أعمل لها. بس بلين الرجالي هو بلا ما أفكر بلاقي حالي بعرف شو بدي أعمل. وخاصة بالرجالي زياد كتير صعب التصميم لأنه بدك تكون دايما بمحل ما تلاقي انتقادات وكل مجتمع ينبسط عبي البص من عندك. رجل أعمال ينبص من عندك لما يكون عبي البص ما يحس يكون عم تقدم له شغلة بعيدة عنه بالمرة. سياسة فنان أرتست سو نحن عنا كذا نوعية من الزبائن مش هيك دايما في بالانس بده يكون. لما اجي انا اقول انه انا بعمل للفنان بس نفس الوقت بدي اقنعك انه انا بعمل لرجل اعمال او رجل سياسي لانه ما بيلبسوا مثل بعض اصلا ما بيلبسوا مثل بعض ولازم يحس هو انه انت فيك تعطيه لقله مثل ما فيك تعطيه لقله شيء ثاني. صح اذا بتقربهم مع بعضهم بتضيع هذا بتضيع هذا. والتصميم لازم يكون فيه حركات بسيطه ولكن مش كثير صارخه هون الصعوبه فيها بس هذا ملعبنا يعني. طيب هلا غير لنحكي انه الفنان بيلبس غير عن الوزير غير عن هيدول بس كمان اوقات السعر بيفرق عن هيدا وهيدا. انت اللي بيجي لعندك مثلا معقول تعمل يعني عندك كاتيجوريز مثلا لكل الناس لحتى يجوا ولا لا انه خلص انا لوكسري وذاتس ات يعني ليك هو بالسياسه اللي تبنيها نحن من زمان هو مش انا شو قديش بدي بيع هو اكثر شو بدي بيع وبعمل الشغلة ما بفكر أكتر كيف بدي بيعها بفكر تطلع مثل ما أنا بدي بس هذا بيجي على كوست إنه اليوم بين ماشي اللي نستعملها نحن والطريقة الخياطة اللي نستعملها والإكسبرينس اللي مقدمها نحن نحن ما شغلتنا نبيع تياب أكتر ما شغلتنا نبيع إكسبرينس شغلنا إنه شغلتنا إنه تو إكسنتشويت كاركترز تنقوي الكاركترات تنبسطهم تنخليهم لما يلبسوا الشغلة يحسوا إنه بينبسطوا. هيدا الشعور اللي احنا بناخد حقه مش الايتم بحد ذاته. أوكي. يعني هيدا الاكسبيرينس كلها انت بتلاقيه عن نمر سعادة مشان هيك نحنا سعرنا منه رخيص بس فينا اقول لك انه زبايننا دايما مبسوطين ونحنا البرودكت تبعنا برودكت بدايم يعني بتحكي 6-7 سنين بيجي لعندي زبون بيقول لي قصر لي طول لي اعمل اللي بدي اياه ايتم يعني غالي وحقه فيه إلا أنه بالنهاية عم بياخد كواليتي وفينيشينج كمان غير عن كل شيء already made. إذا بدي أسألك شوية هيك عن السوشيال ميديا أدي بتحبها وأدي بتلاقي حالك شكله ما بحبها أبدا. السوشيال ميديا مش أنا أوكي يعني بالتصوير انا شخص ما بحب كثير التصوير بحب البراند تبعيتي هي تكون باينة اكثر مني انا في كثير ناس ما بيعرفوا شكلي بيعرفوا الاسم اوكي ما بزعل لانه انا عم بشتغل للاسم مش لالي مع انه انت بتطلع بكثير صور لإلك يعني انت عارض ثيابك وهيك طلعت بكولكشن مره تبع انا ومرتي لحتى نعمل اذا بدك انتروداكشن لللاين تبعنا الجديد أوكي. بس انه صوره لالي على السوشيال ميديا ستوريز صور انا مش موجود يعني حتى مع مرتي بيخشي قالت لي بليز بس بين صور بخدنا كم صورة يعني بس مش أنا بس today's world is social media يعني أنا فيني انتقد السوشيال ميديا وعندي انتقادات كتير بس بحتفظ فيها لقلي بنصح أنه ينتبهوا العالم من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا زليها سوء حدين في ناس كتير صارت موجودة من آخر 3 سنين من وراء السوشيال ميديا بحترمهم منو ستيلي بفضل ما انجح بهالطريقه انا بس بقدر نجاحهم وبقدر قديش مسؤوليه عليهم يضلوا كل يوم عندهم هذا الاكسبوجر. هل يا ترى الواحد كيف لازم يستفيد منها وكيف لازم يغير نمط هذا ويخليها اكثر فيها تكون ماده مهمه اكثر ودسمه اكثر بتعيش اكثر؟ هون الديبيت اللي الواحد بياخذ يعني ساعتين ثلاثه بيحكي فيه. بس اليوم السوشيال ميديا هي اللي هي الاساس مثل ما كان التلفزيون قبل. صح كانت قبل اي دعايه او اي بروجرام يقعدوا كل العالم ناطرين بروجرام او تلفزيون. اليوم صار التلفزيون محل والسوشيال ميديا كل ثانيه بمحل ثاني. هذا رايي باختصار. بتحس حدا من اولادك هيك عم بيمشي على خطاك معقول مثلا يساعدك وبعدين يستلم عنك او
بتحس في حدا منهم بحب هيدا الدومين ولا ما كتير؟ لك عندي الابن الكبير جيمس عنده شيء بس ما بعرف اذا بتروح هالأفورت او هالنظرة اللي عنده اياها بالبزنس تبعي. بس انا بليك اذا هيئت البزنس بشكل يكون شركة، لانه ليك اليوم الاولاد they relate صاروا كمان لشي في نجاح معه، مش فيش صعوبة. جيل صار اليوم عنده كل شيء بسرعة، صح. الأكسس عنده صار سريع. يعني أنا بتذكر مثلاً كنت حضره كم شغلة أنا كنت أحضره أنا وصغير، توم أنجري مثلاً. توم أنجري هو بالنسبة له يعني كده بحضرك فيلم أنا بالستينات أو بالأربعينات، يعني صورة سيئة على سكريبت سيء، على هالقد الفرق بيناتنا. سو إذا ما كانت الشركة تبعيتي من وقتها تكبر من هلأ تكبر عندها هذا الفيل وعندها هذا الجروث بالشغل وشركة فعلا بتقوم على هرمية فعلية، يمكن هي كانت ريليت. نمر، مين أكتر فاشن ديزاينر بتحبه؟ يعني هيك بس تفكر بتقول هيدا الفاشن ديزاينر أنا كتير بحبه. أنا بحترم كتير اللي حبلش بالعالم العربي، اللي صعب وزهير مراد وجورج شقرة وجورج حبيقة. هيدول ناس تعبوا عرفوا وصلوا بيستاهلوا كل شيء يعملوه. وبالعالمية في طبعا يعني عندك 4-5 من هن العمالقة بالعالم مع الكرة الأرضية، يعني كمان بحب التصاميم تبعهم، بس أفضل أذكر العالم العربي مش هيك، ما أذكر الأسامي الباقي. مش مشكلة. في عندك موديل هيك بتحبه أو بتحبه أكتر بتقول مثلا أنا بدي هيدا العارض أو هاي العارضة تعرض لي؟ ايه أنا بحب ديفيد جاندي، one of the icon man male fashion. شغلة كبيرة يعني بعتقد هو بمرمى النظر تبعي هلا أكتر شيء. يلا إن شاء الله إن شاء الله. إذا ما نحكي شوي عن السفر، بما إنه عم نحكي عن مودلز وإنترناشنال وهيك، قد إيه بتحب السفر؟ غرام كتير. يعني بس أنا والطيارة كتير أصحاب، يعني كتير بيقولوا لي شو بحتك واصل لما رجع مسافر، يعني عادي. كل إكسبرينس السفر بحبها، بحب الطيارة ما بتخوفني. وكيف نظم أغراضي للسفر وكذا، يمكن لأنه سافر كتير صارت بالنسبة لي منا شغلة كتير صعبة. بس الإكسبوجر وكل ما تمشي ببلد زيادة وكل ما تشوف شغلة أنت بتعرف بتسافر كتير، كل إكسبرينس كل فترين كل بناية أنا هيك شوفها، شارع بتقلي مجوي بتقلي مكسر بتقلي حلو بتقلي لكجري، كله بيضيف لك شغلة بمحل ما. كيف العالم بتصرفوا معك، شو الاكسبيرينس بتصير معك لما تاخد اوبر تاخد تاكسي تنزل باوتيل تشوف ماركات معينه، هذا الاكسبوجر تشوف انه ليك والله بيعملوا هيك شيء. انا كنت بفكر ما حدا بيعمل هذا الشيء مثلا، صوب او كيف بالاكل اكسبيرينس الاكل كيف الكالتشرز انه شو بعض يخترعوا. نحن بتعرف المنيو اللبناني 1000 صحن، بتسافر مثلا على غير بلد عنده نفس الشيء، طب كيف بيعملوا الكومبينيشن؟ سو بكل تفاصيل بالاكل بالكالتشر مع الاشخاص كيف تتعامل معهم كيف بيكونوا ويلكمينج، الشغل كبير السفر شغل رائع. هو كل بلد بتسافر عليه بتحسه انه بعلمك شيء جديد وبيفرجيك شيء جديد وانتبه مثل ما انت قلت لو كان حلو ولا بشيء بس بخليك تعرف هيدا البلد شو هو، انه هيدا الشيء الحلو بالسفر اكيد. انت بس تسافر تستوحي هيك اشياء للكولكشن تبعك ولا بتحس انه ما خصهم ببعضهم؟ لا بلا، لانه أكتر شيء بالالوان. يعني وقت تكون قاعد بكافي شوب مثلا بيمرق حدا لابس شغله مع حدا تاني مش هو نفسه لابقين، يعني بكون لابس اذا حطيت هالجاكيت هون اف هالالوان كيف بيركبوا ممكن يكونوا مع بعضهم لابقين حلو. اوكي. اوقات السياره لون السياره مع الانتيريور تبعها مع الشجره اللي وراها، هيدا هيك السينري بين الخضار والبني والس، هدول القصص اللي بتنورك اكثر. انا هون بشوفه بشوف الكومبينيشن الالوان، طبيعه هي بتعطيني الوان اكثر ما هي بتعطيني ديزاين مثل ما انا هيك بشوف. نمر، شو احلى بلد زرته؟ استراليا. شو اكثر بلد حابب تزوره بعد ما زرته؟ طوكيو. طوكيو. بحب روح شوف بلد ناجحه جدا ادفانسد كثير فيها شعب صارم بالنجاح. بعتقد انه هذا العنوان السفر تبعيتي اكثر من انه بحر وهيك، لا هدول فزفز عليهم وقت بدي.
شو قصة التاتوز؟ من الأول هيك بدي أسألك، وأنت حدا من الناس يلي عن جد من أول ما عملتهم، يمكن لأنك ديزاينر وبتشتغل بإيديك وهيك فلفتوا النظر شوي، في لهم قصة ولا بس هيك بتحب؟ لا ليك، أول تاتو عملته بال 94، كان بعد مش دارج تاتو. 94 بعدنا طالعين من أجواء أبداً ما حدا بيفكر إنه يعمل تاتو يعني حتى. بلشت المغامرة من هونيك، وكان عبالي دايماً إنه لما أشوف جسمي، وأنا كنت ألعب بوكس وكنت ألعب فوتبول وكنت ألعب تنس، يعني رياضي بامتياز. سو كنت أحس إنه في شيء ناقص بعد تعبيلي ال ال هيك الرؤية اللي عندي عن حالي إذا بدك، هي التاتويات. أخذتني تقريباً، أنا اليوم عندي 76 تاتو. واو. صغار وكبار all over يعني. بس كنت دايماً التاتو شو هو وين بدي أعمله، هني أهم عنصرين. أنا شو هو شو بيعني لي لإلي، وين بدي أعمله لأنه بيعني لي وين بكون عم بعمله. سو تركبت معي هذه القصة كلها، صرت gradually يزيدوا عندي تاتويات. أنا بالنسبة لإلي اليوم بطلت شوفهم، تعتبرهم بارت من البارت من جسمي. هن على طول بيقولوا لازم يعني لك التاتو ولازم يكون محل ما كتير بتشوفه، بس انت مش معقول ما كتير تشوفه. اكيد. ولا ممكن. فبضايقك هيدا الشيء لانه على طول بوجهك زهقت شيء منهم؟ لا لا لا، صدقني تعودت عليهم. تعودت يعني ليك، اللي هي النظر والبرسبكتيف وكل شيء عادي. يعني خدها بالموضه، بالموضه كانت بالسبعينات تلاقي الناس لابسه الوان بدل وبنطلونات واسعه. صح. وشعرهم طويل، هني بالنسبه لهم كان اذا كنت غير هيك انه اوف كيف بدي اتعود على حالي، وما بتخيل حالي شعري قصير وهيك. واليوم نفس الشيء، اذا شوف واحد شايف البدله بغير طريقه بقول لك لا لا نو واي، كيف بدي البس هالشيء، ما بتخيل حالي وبزهق وبيضحكوا علي العالم وكيف وكذا وهيك. بقى انا صاروا بالنسبه لي صار قطعه من جسمي. نمر سعدي، ثانك يو عن جد لانه استقبلتنا، ومبروك على الاتوليه الجديد الشوروم بدبي. عن جد هيك عندك انرجي هيك حلوه، يعني وقت واحد يقعد يحكي معك هيك بيرتاح وبينبسط. سو ثانك يو سو ماتش على اليوم. شكرا لكم.